أهلا بكم يا أصدقائي. على مدى قرون لعبت الملايين من أدوار الشطرنج، ولكن عندما اجتمع الخبراء واختاروا أجمل 100 دور من الشطرنج، كانت هذه السلسلة التي استعرض فيها أروع 100 دور لعبت على مدى تاريخ الشطرنج بين أبطال العالم الموهوبين وربما لاعبي الشطرنج المغمورين، لنستفيد ونتعلم أن الشطرنج بحر بلا شطآن. لقائنا مع بطل العالم 11 الأمريكي المشارب بوبي فيشر أمام الدنماركي الشهير بنت لارسون، وهو أول لاعب غربي يشكل تحديا لسيطرة الاتحاد السوفيتي، فقد فاز ببطولة الدنمارك 6 مرات ووصل لنهائيات تحدي بطل العالم 3 مرات، فاز أكثر من مرة على 7 من أبطال العالم، وهذا الدور يلعبه فيشر في تصفيات بطولة العالم سنة 58، وهذه البطولة تأهل إليها بعد فوزه ببطولة أمريكا، وفيشر كان عمره 15 سنة في هذه البطولة التي ضمت 21 من أقوى لاعبي العالم للوصول لتحدي بوتفينك على اللقب، وكان بجانب فيشر ولارسون أسماء رائعة مثل تال وبتروسيان وأولافسون وبرونشتاين لاختيار 6 من هؤلاء للدخول في التصفيات النهائية. ورغم أن فيشر لم يصل للمرحلة النهائية، إلا أن أداؤه منحه لقب جراند ماستر، وكانت هذه البطولة هي أول مرة يقابل فيها صديقه تال. أما عن الدور فيسمى كيف تروض التنين، فلارسون كان شهيرا بتفريع التنين في الدفاع الصقلي، ولكن ربما فيشر كان أول معول لهدم هذا التفريع، معلنا أنه معجزة شطرنجية قادمة. هيا نرى فيشر وكيف روض التنين وربما أنهاه من لعب المحترفين. فيشر بالأبيض وبدأ E4 ورد لارسون C5 الدفاع الصقلي، نايت F3 D6 D4 CD4 نايت D4 نايت F6 نايت C3، وهنا عادة الأسود بيلعب A6 ونخش فيه تفريع مش ظرف، ولكن لارسون لعب G6 ودخلنا في تفريع التنين. وفيشر بيقول ان تفريع التنين تفريع سيء، وبعد هذا الدور لم يلعب اي اسود امامه تفريع التنين، لان فيشر اعتمد الهجوم اليوغوسلافي ببيشوب E3. وقبل ما نكمل، هنا في احد الافخاخ، لو الاسود لعب نايت G4 على اساس التخلص من الفيل، الابيض بيفوز فورا ببيشوب B5 تشيك، وايا كان تغطية الاسود سواء بالفيل او بالحصان هيكون مربوط على الملك، والوزير هياخد الحصان مجانا. اما اذا غطى بالحصان من F6 فالابيض ايضا هياخده مجانا، ولو الاسود اخد هياخد بتشيك ويفوز ايضا بالرخ. ولذلك لارسون لعب بيشوب G7، ودلوقتي طالب الحصان يوصل للجي 4 او حتى الفيل، ولذلك F3 وبيمنع المربع كسل كوين D2. الابيض بيكون بطارية للوصول للمربع H6 وتكسير فيل التنين القوي، والاسود بيمنعه مؤقتا بنايت C6 على اساس ان لو الابيض لعب البيشوب H6 هيتم التكسير، ولو اخذ بالوزير هيصبح الحصان غير محمي والاسود هيفوز بقطعة. ولذلك فيشر كمل بيشوب C4، وهنا عادة الاسود بيستكمل التعبئة ببيشوب D7، لكن لارسون اخذ الحصان والابيض اخذ بالفيل،
وبكده اتمنعت فكرة البيشوب اتش 6 ولو مؤقتا، والاسود كمل بيشوب اي 6 طالب تكسير الفيل، لكن الفيل تراجع وبعد كوين اي 5 فيشر قام بالتبييت الطويل. والتبييت الطويل مشكلته هي بيدق الاي 2 اللي بيكون بدون حماية الا القطع، ولذلك الاسود انتهز الفرصة ولعب بي 5 طالب يلعب البي 4 ويطرد الحصان ثم تكسير الفيل واخذ بيدق الاي 2 وبعدها الوصول للاي 1 بتشيك ميت، ولذلك فيشر لعب كينج بي 1، والنقلة دي معروفة في التبييت الطويل لحماية البيدق اي 2 وبعد بي 4 طالب الحصان، الحصان ذهب للدي 5 وهنا الاسود في حيرة فلابد من اخذ الحصان لانه بيهدد الاي 7 بتشيك، ومن السيء ان ياخد بالحصان لان الابيض هيكمل بيشوب جي 7 كينج جي 7 اي دي 5 طالب الفيل، والفيل هيتراجع وهنا الابيض هيلعب روك اي 1 بيهاجم البيدق المتاخر على عمود مفتوح، والاسود لا يستطيع تقديم البيدق والا الابيض ياخده بالمرور، ولذلك لابد من حمايته بالرخ، لكن الابيض يستطيع ازواج الرخين او حتى معهم الوزير والفوز بهذا البيدق في النهايه. اذا من السيء الاخذ بالحصان، ولذلك لارسون اخذ بالفيل والابيض اخذ طالب الرخ، وهنا جاءت الفرصة الأخيرة للأسود بالتكسير بالأخذ بالحصان ويتم تكسير الأفيال وندخل نهاية دور متوازنة، لكن لارسون كان يريد الفوز ولعب روك سي 8، وفيشر بيقول إن دي هي نقلة الخسارة لأنه أبقى على ميزة زوج الأفيال للأبيض والفيل سريعا تراجع، ودلوقتي خطة الاسود هي الذهاب بالوزير للجي 5 ثم تقديم بيدق الاي للامام وتضييق الخناق على الفيل، لكن لو ذهب حاليا هيترك البيدق اي 7 تحت رحمة الفيل، ولذلك لعب اولا روك سي 7 بيحمي البيدق وايضا بيتهيأ للازواج على البيدق الضعيف سي 2، لكن الوقت قد فات وفيشر بدأ هجومه ب اتش 4 طالب يلعب اتش 5 ويفتح العمود اتش، والاسود بدأ في تنفيذ خطته بكوين بي 5، ودلوقتي الاسود تهديده هو لعب الاي 5 والاي 4 وتكسير الفيل، واصبح السباق في من يهجم اولا، وفيشر بالطبع اسرع لانه لعب اتش 5 وطالب الاخذ وفتح العمود اتش، والاسود لا يستطيع اخذ البيدق حصان لانه هيلعب جي 4 والحصان لازم يبتعد ويتم فتح العمود، ولكن المأساة لو اخذ ببيدق الجي هتكون نقلة كارثية لانه هيفتح العمود جي والابيض هيلعب جي 4 طالب الجي 5 ويطرد الحصان ويفوز بالبيدق وبعد ازواج الوزير والرخ الملك الاسود في النهاية هيتلقى المات، ولذلك الاخذ ببيدق الجي نقلة كارثية، ولارسون لم يتبنى الدفاع وانما تبنى الهجوم بروك سي 8 وهيبدأ في تحريك بيدق الاي للامام، وفيشر اخذ بيدق الجي وبالطبع لا يستطيع الاخذ ببيدق الاف لانه مربوط بالفيل على الملك، ولذلك اخذ ببيدق الاتش وبكده تم فتح العمود اتش اللي ممكن نسميه عمود النيران، والابيض بدأ في الهجوم القوي بجي 4 طالب الجي 5 وابعاد الحصان الحامل المربع اتش 7، والاسود مرة اخرى لا يتبنى الدفاع وانما الهجوم ولعب اي 5 طالب الاي 4 وابعاد الفيل، وبكده هيصبح بيدق السي 2 ضعيف امام الرخين، وفيشر لا يهتم ايضا بالدفاع وكمل في هجومه بالجي 5 طالب الحصان، والحصان الى اين يذهب؟
إذا تراجع للـ E8 هتكون نقلة سيئة، لأن الأبيض هياخد الفيل وبعد الأخذ هيلعب النقلة الرائعة روك H6. طالب ياخد بيدة G6 والأسود لا يستطيع الأخذ لأن البيدة مربوط، ولابد من لعب الـ E6. وهنا الأبيض هينهي الدور بكوين H2 والمات على الـ H، ولابد من الدفاع بالحصان. لكن هنا الأبيض له نقلة قوية بيشوب E6، بيضحي بالفيل في سبيل ان بيدة الجي يصبح بدون حماية، وبالطبع الأسود لابد ان يأخذ الفيل، وهنا روك G6 تشيك والحصان أصبح بدون حماية ولابد من تراجعه لحماية الملك. لكن بعد روك H1 لا يوجد دفاع أمام المات، إذن الحصان لا يستطيع التراجع للـ E8، ولذلك أغلق العمود بنايت H5. وهنا بدأت أول تجليات فيجر بنقلة رائعة درجة الصعوبة 4. فيشر بالطبع ضحى الرخ والاسود اخد، وهنا جاءت النقلة الاخرى الرائعة درجة الصعوبة 6. فيشر لعب G6، طالب ياخد على F7 والبيدة لا يستطيع التحرك لانه مربوط، وبعد هذه النقلة الأبيض بيفوز في كل التفريعات. على أي حال الأسود دافع بE5 بيغلق الوتر الأسود، لكن مازال الوتر الأبيض مفتوح، وده خطأ لارسون اللي ترك الفيلين لفيشر اللي أخد على المربع F7 بتشيك، والملك ذهب للF8، وهنا فيل الأبيض تراجع وأصبح بيكون بطارية مع الوزير وبيتجه للـ H6. لكن تهديد الأبيض الرئيسي هو الأخذ على الـ D6 بشكل الملك اللي هيتوفى، ولذلك لارسون دافع بالـ D5 بيغلق الوتر الأبيض أمام الفيل، ودلوقتي الرخ مستعد لأخذ البيدة، وبالفعل بعد أخذ البيدة الرخ أخذ، لكن فيشر كمل بالنقلة المؤلمة D5 بيكشف هجوم على الرخ، والبيدة تقدم كثيرا الى الامام والاسود اصبح في موقف حرج. وبالطبع لو الرخ ذهب للدي 7 لمنع تقدم البيدة هيخسر بعد البيشوب E6 ولابد بالفوز باحد الارخاخ، والبيدة هيتقدم للامام ببساطة، ولذلك الرخ ذهب للاف 6. لكن هنا لحقوا الفيل ببيشوب G5، طالب الرخ والرخ الى اين يذهب، ولابد اما الذهاب للجي 6 او ربما اخذ بيدة الاف 3، وفي الحالتين النقلة كارثية لانه هيتلقى المات ببيشوب E7 تشيك، كينج E8، وهنا هتجي D7 تشيك، ولابد من اخذ الفيل. وهنا الابيض مش هياخد الرخ انما هيرقي وزير مباشرة بتشيك، ولابد من الاخذ وهياخد بالوزير بتشيك ميت، ولذلك الرخ لا يستطيع الحركة وتراجع بالوزير للبي 7. فيشر بدأ يجنف ثمرات ببيشوب F6، وبعد الاخذ فيشر انهى الدور اكلينيكيا بنقلة درجة الصعوبة 6. فيشر لعب D7، طالب الرخ، لكن مش ده الطلب الاساسي، انما فتح المربع D6 للوزير او ربما الـ H6 للوزير بتشيك، والملك هيتلقى المات. على اي حال لارسون دافع روك D8، ودلوقتي الابيض له اختيارين، اما كوين D6 تشيك او كوين H6 تشيك، واترك لك الاختيار درجة الصعوبة 6. في الحقيقة النقلتين هيأدوا الى المات،
لكن الكوين دي 6 تشيك هتؤدي الى مات في 6 نقلات، ولذلك الكوين اتش 6 تشيك هتكون اسرع، والاسود اذا تراجع بالفيل هيتلقى المات بكوين دي 6 تشيك ميت، بينما اذا تحرك بالملك هتجي كوين اتش 7 تشيك، والملك لابد ان يتراجع للاف 8 ويتلقى المات بكوين اف 7 تشيك ميت. الحقيقة دور ممتاز من فيشر، وبعد هذا الدور أصبح لا يوجد لاعب بالأسود يلعب تفريع التنين أمام فيشر الرهيب. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.